نشرة السابعه بتوقيت العاصمه طرابلس، والبدايه بابرز العناوين. مفتي الديار الليبية يقول ان موقف دار الافتاء من قتال التكفيريين موضحا في 30 بيانا، ويؤكد بان جهاد ما يعرف بتنظيم الدوله واجب على كل مسلم. 4 شهداء و17 جريحا من قوات الثوار حصيله اشتباكات الاحد بمدينه سرت. قوات مجرم الحرب حفتر تترك جثث مقاتليها عند انسحابها من منطقة زوق الحوت، وطيران الأخير يقصف منطقة الصابري وقنفودة بالبراميل المتفجرة. أهلا بكم. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني ان موقف دار الافتاء من قتال التكفيريين والخوارج في صبراتة ودرنة وسرت موضح في نحو 30 بيانا مصور. موقف دار الافتاء ومشايخ دار الافتاء جميعا من قتال الغلاة والتكفيريين والخوارج، سواء كانوا في سرت او كانوا في درنة أو كانوا قبل ذلك في صبراتة أو في أي مكان آخر، أخرجنا بيانات عديدة متكررة، وكذلك خطاب موجه مصور تكلمت فيه عن هؤلاء المفسدين المجرمين المفسدين في الأرض، أكثر من 30 أو 40 خطاب مصور خاص بالكلام على هؤلاء الغلاة. وأضاف فضيلة المفتي أن جهاد ما يعرف بتنظيم الدولة واجب على كل مسلم في بلادنا، داعيا كل الثوار أن يتعاونوا على قتال هؤلاء المفسدين. قتالهم وجهادهم واجب على كل مسلم في بلادنا حتى تتطهر البلاد منهم ومن رجسهم ومن فسادهم ومن ظلمهم ومن بغيهم. وقد تكلمنا في هذا في السابق فيما يتعلق بالقتال في درنة، وأيضا عندما بدأت المعركة في سرت طلبنا من الناس أن يعينوا، لا تكون معركة بين أهل مصراتة وبين المجرمين في سرت، بل ينبغي الثوار من كل مناطق ليبيا أن ينضموا إليهم ويتعاونوا على قتال هؤلاء المفسدين. ودعا فضيلة الشيخ كل الثوار أن يلتفتوا لتحرير بنغازي واصفا إياها بالمعركة الرئيسية حسب فضيلة المفتي. على الثوار أن يستمروا ولا يتوقفوا حتى يطهروا السرت تماما، ثم بعد ذلك يلتحقوا بجبهة بنغازي، لأن المعركة الحقيقية التي يتقرر معها مصير ليبيا هي معركة حفتر في بنغازي. إذا حسموها فإنهم سيظهرون بالنصر، وليبيا كلها تستريح بعد ذلك وتهنى بالأمن والاستقرار. أما إذا ولوا نصف الطريق وتركوا المسألة هكذا، فإن حفتر سينقلهم المعركة بعد ذلك في وقت آخر في عقر دارهم. وأضاف فضيلة المفتي أنه من الواجب على كل قادر من الثوار في المنطقة الغربية أن يدعموا سرايا الدفاع عن بنغازي، مضيفا أن عليهم الالتحاق بجبهة بنغازي بعد تحرير مدينة سرت. عليهم أن يدعموا سرايا الثوار لدعم بنغازي التي تشكلت مؤخرة، لابد واجب على كل قادر من أهل مصراتة ومن أهل زليطن ومن أهل طرابلس ومن أهل تاجورة ومن أهل الزاوية، كل المجاهدين عليهم أن يلتحقوا بسرايا الثوار بعد أن يحرروا بنغازي، بعد أن يحرروا سرت تحريرا كاملا، عليهم أن يلتحقوا بسرايا الثوار ليطهروا أيضا بنغازي من المفسدين ومن المجرمين ومن البغاة ومن الظالمين. أكد مصدر عسكري من مدينة سرت سقوط 4 شهداء من قوات الثوار و17 جريحا خلال اشتباكات الأحد، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا زالت مستمرة مع ما يعرف بتنظيم الدولة بالمدينة. المصدر قال بأن قناصي التنظيم ينتشرون فوق أسطح العمارات السكنية والتحصن بالمقار الحكومية، مضيفا بأن الشهداء الذين سقطوا في تفجيرات الثلاث الأحد من منطقة الجفرة وبلدة هون ومصراتة، أما الجرحى فهم من مدن مصراتة وترهون وطرابلس وبلدتي مسلاتة وجنزور وتيجي حسب قوله.
جانبه أكد رئيس المجلس المحلي سرت أن قوة الثوار وصلت إلى مناطق أبو زايا وجردبية شرقية مدينة سرت وتمت السيطرة عليها وتأمينها وتمشيها. ناشدت لجنة جرح الثوار بمصرة المسؤولين بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستيعاب جرح العملية وتقديم الخدمات العلاجية لهم. رئيس لجنة الجرح دكتور مايكل غليب قال في تصريح صحفي إن عدد الحالات الحرجة التي تتطلب العلاج في الخارج تقارب 100 جريح، تم تسفير 40 منهم إلى الخارج بإمكانات بسيطة، مضيفا بأن مستشفى مصرة والعيادات الخاصة لا يمكنها استيعاب كافة الجرحى. يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني سلمت شحنات من أدوية التخدير والمضادات الحيوية لجهاز الإمداد الطبي بمدينة مصرات. قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن فرنسا رحبت السبت بالتقدم الذي أحرزته قوات الثوار في مدينة سرت ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان لها إن قوات الثوار تخوض معركة أساسية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرت. ودعت الخارجية في بيانها جميع الأطراف الليبية إلى العمل على بناء جيش وطني موحد يضم كافة المكونات. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ صادق الغرياني إن الشهيد عبد الرحمن الكيسة كان مجاهدا بسيفه ولسانه وقلمه، عرفته المحافل الحقوقية ناصرا للحق ومدافعا عن قضايا الوطن. فضيلة الشيخ قال في مقال نشر على صفحة دار الإفتاء أنه كان للفقيد الكيسة صدارة ومكانة في السلم والحرب، مضيفا أنه في السلم صاحب حجة وبيان، وفي الحرب على الأعداء كان فارسا مقداما لا يهب الموت. وأضاف فضيلة الشيخ أن الفقيد قاد جبهة حقوقية ترفع فيها أمام القضاء العالي بمهنية أظهر فيها حجة وبرهانا وانتهت بحكم دستوري مشهود، وكان للفقيد فيها بصم، مؤكدا أن الفقيد كان مثالا للصبر والمثابرة وسعي الدؤوب لنصرة الدين وقضايا الوطن. نظم مصرف الدم براس الطوبة بمصراتة حملة للتبرع بالدم لصالح ثوار بنغازي، ووجهت الدعوة للمساهمة فيها إلى المواطنين المقيمين وإلى أهل بنغازي المتواجدين في المنطقة الغربية. يأتي ذلك في إطار مساعي الجهاز الطبي لتأمين أكياس الدم ومشتقاته لإنقاذ حياة جرحى العمليات العسكرية الجارية في بنغازي بين مجلس شورى ثوار المدينة وقوات مجرم الحرب خليفة حفتر. أفاد رئيس لجنة الأزمة بحكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوب أن لجنة سلمت شحنات من أدوية التخدير والمضادات الحيوية لجهاز الإمداد الطبي بمدينة مصراتة. المحجوب أضاف في تصريح صحفي أن لجنة الأزمة بصدد تسليم شحنات من البلاتين في الأيام القادمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة سلمت في مايو الماضي شحنات مماثلة لجهاز الإمداد الطبي مصراتة. وأشار المحجوب إلى أن إجمالية التعاقدات التي أبرمتها لجنة الأزمة لاستيراد مواد طبية وأدوية تخدير بلغت 16 مليون دينار حسب ما صرح به المحجوب. شيب وشباب جمعهم حب الخير لوطنهم ودفعهم حسهم الوطني إلى مكابدة الصعاب وتنظيم حملة لتأمين الدعم للثوار في جبهات القتال ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت بالذخيرة والطعام والأدوية. عن حملة جاهد لمحاربة التطرف والإرهاب أعددنا لكم التقرير التالي. شيب وشباب جمعهم حب الخير لوطنهم ودفعهم حسهم الوطني إلى مكابدة الصعاب وتنظيم حملة لتأمين الدعم للثوار في جبهات القتال ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت بالذخيرة والطعام والأدوية. حملة جهد لمحاربة التطرف والإرهاب، الحملة التي اختار لها منظمها شعارا ظرفيا يتفق أهدافها، فكان زكاتك جهادك في سبيل الله لدحر الخوارج والبغاة، ورعاها مكتب الأوقاف وصندوق الزكاة في مصراتة. الحملة التي تمولها مؤسسات وهيئات خيرية وحشد من أهل الخير وينفذها مشاركون تركوا وراءهم الأهل والأصحاب والخلان ليكونوا رفقة المقاتلين في ساحات الوغى سائلين الله القبول.
لله الحمد ما زالت حملة جاهد لمحاربة التطرف والإرهاب في مستمرة في دعم الشباب والثوار في الجبهات وتقدم لهم الدعم ما استطاعت لذلك السبيل. ونشاهد الآن يعني ولله الحمد كل يوم تزداد التبرعات، تزداد هذه الحملة في إيصال ما تمكن ما يمكن إيصاله من سواء كانت أكلات جاهزة أو الأكل الجاف إلى الشباب في خط النار. خطيب الجمعة الماضية بجامع الثلاثين بسرت الشيخ محمود بن غزي أشاد بما تقوم به الحملة من دعم للثوار بوصفه نوعا من الجهاد في سبيل الله. فبشرى للمجاهدين ومن وقف معهم ووفر لهم الذخيرة والسلاح والغذاء والدواء والشراب. نسأل الله أن يبارك أعمالهم. وما هذه الحملات من حملة جاهد وأمثالها التي تدعم الصف الأمامي والمجاهدين في سبيل الله إلا نوع من الجهاد. الانتصارات التي حققها الثوار في سرت على شتات ما يعرف بتنظيم الدولة أثار الحماس والحمية الوطنية في نفوس المجاهدين بالأنفس والأموال، يحتضن بعضهم بعضا مهنئا، لا فرق بين مجاهد بسيفه وبين من انخرط مجاهدا بماله وجهده وعرقه. ومعنا عبر الهاتف الشيخ الطيب الماني رئيس حملة جاهد. بداية شيخ الماني، حدثنا عما تقدمه حملة جاهد لقوات الثوار. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ محمد والسادة المشاهدين جميعا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يرزق بلادنا الأمن والأمانة يا رب العالمين. نعم أستاذ محمد، حدثنا عما تقدمه الحملة للثوار. نعم، بالنسبة للطبع أستاذ محمد، يعلم الجميع أن الحملة كما تفضلنا سابقا أنها من ضمن الحملات التي تم بعثها في هذه المدينة لدعم ثوار المرابطين المجاهدين على جبهات القتال. فالمقاتل طبعا هناك يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الدواء ويحتاج إلى كل شيء يعينه على ذلك. ما قامت به الحملة أستاذ محمد من تقديم الدعم اللوجستي للمرابطين والثوار والمجاهدين هناك، يعني حقيقة لا يتسع المجال لذكر بالتفصيل، إنما على العموم ما يقدم وما يحتاجه الثائر هناك في الجبهة مثل يعني الألبسة ومثل الغذاء. وأيضا حقيقة الكل يعلم أن هذا التنظيم الغادر وهو المتطرف وسلاحه التفجير والتفجير مع التعلق به، ونرجع عن ذلك أضرار في الآليات بعد أن قدم الشباب أنفسهم فداء للوطن، نرجع عن ذلك خسائر في المعدات فسرية الهندسة العسكرية التي نقدم لهم تحية إجلال وإكبار لأنهم يقومون بعمل عظيم. طبعا تعرض آلياتهم، فقدمت الحملة سيارة مجهزة للقيام بالكشف عن الألغام، أيضا تقديم الأدوية للمستشفى الميداني ومستشفى الطوارئ تقريبا إلى الآن 4 دفعات أو 5 دفعات. وهذا يعني قليل من كثير ما نعم. تقدمه الحملة يا أستاذ محمد. نعم شيخ الماني، دعنا نتحدث عن التفجيرات وآخرها بعض التفجير الذي استهدف المستشفى الميداني، هل تم إرجاع المستشفى للخدمة؟ والله حقيقة الجهود مبذولة من قبل أهل المدينة ومن قبل يا أستاذ محمد بن الوصف رسالة حقيقة راو أن كل ما يقدم في الجبهات هو عمل من أهل البلد. يعني حقيقة لم نرى شيئا ملموسا من الدولة إلى يومنا هذا باستثناء بعض الحاجات التي يعني حقيقة لتكون تمويلات رئيسية. ما حصل بالتفجير أمس بالمستشفى الميداني ونتج عنه طاب تقريبا 6 أو 7 سيارات إسعاف وكذلك المستشفى الميداني الذي كان مجهزا، نحن حقيقة يعني كغيرنا يعني سارعنا اليوم قمنا بشراء سيارة إسعاف مجهزة وستسلم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الإخوة المشرفين هناك. أيضا في هناك تواصل على تجهيز طيب. بعض يعني المكاتب الخاصة بالمستشفى الميداني بإذن الله إن شاء الله. طيب ما هو دور مؤسسة الدولة في دعمكم أو دعم حتى الثوار؟
والله يا استاذ محمد شنو اقول لك، يعني نحن لا ننكر يعني ان لهم وجود، ولكن يعني املنا فيهم اكثر يعني مما هو يعني يقدم. المعركه يا استاذ محمد ليست هينه وليست بسيطه، وكما قلنا ان المعركه على بعد 300 كيلومتر من المدينه، فانت عندما تريد ان تصل شيئا الى الثوار والى الاماكن المتقدمه يعني تحتاج الى اسطول من السيارات ومن الشباب الذين يوصلون هذه الأشياء. حقيقة العاتق ما يقدم يعني راه حقيقة من رجال الأعمال ومن أهل البر ومن أهل الصدقات، لا ننسى العجائز والكبار والصغار، ونحن حتى من خلال الشعار يعني حقيقة يعني لا ننكر كل من قدم عون حتى من خارج هذه المدينة، فبارك الله فيهم جميعا حقيقة. ولكن من باب إرجاع إلى أهلي أن 80% 90% راه حقيقة يعني واقع على أهل هذه المدينة الذين لن يبخلوا على الدولة عموما. فهذه معركة كل الليبيين لا تخص مدينة بحالها يا سيد محمد. نعم حفظكم الله شيخ طيب الماني وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم. الشيخ طيب الماني رئيس حملة جاهد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد مصدر مطلع من مدينة بنغازي أن طائرة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر قصفت منطقة سوق الحوت والصبر وقنفودة بالبراميل المتفجرة. المصدر أضاف أن أحياء بمنطقة قنفودة تم تدميرها من قبل قوات حفتر جراء استعمالهم لصواريخ الجراد. يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت خلال اليومين الماضيين سقوط قذائف على أحياء سيد حسين والسلماني أوقعت 3 قتلى وحشرات الجرحى من المدنيين. وأضاف الشركسي بمداخلته الهاتفية في نشرة أخبار قناة التناصح السبت أن الطيارين التابعين للقوات الجوية هم الذين يدافعون عن دينهم ووطنهم، وليس كالخونة التابعين لما يعرف بعملية الكرمة الذين يقتلون أبناءنا في درنا ودمروا منازل الأمنين في بنغازي. لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن أسماء الطيارين التابعين لما يعرف بعملية الكرمة في وقت لاحق حسب قوله. وفي خبر آخر، حيث قتل مدنيان اثنان وهما رجل وابنه إثر تعرض سيارتهما للقصف من طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر على طريق المؤدي إلى منطقة أمر زمة. وأوضح الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها حافظ الضبع أن المدنيين قد قضيا صباح الأحد بمنطقة الأردام جنوبي مدينة درنا. يذكر أن مدينة درنا تتعرض في الأونة الأخيرة إلى اعتداءات متكررة من قبل طائرات مجرم الحرب حفتر أدت إلى مقتل عديد المدنيين من بينهم نساء وأطفال. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا جعلتها ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية. وأوضح تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية موجه للكونغرس أن الحكومة المقترحة فشلت في منع وقف سيل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال التقرير عن مخاوفها من تحول ليبيا إلى ساحة للصراع والاقتتال بين المجموعات الإرهابية. دعا المرشح السابق لرئاسة الوزراء في ليبيا رئيس حزب الوسط الديمقراطي عبد الحميد النعمي الاثنين دعا إلى تشكيل مجلس أعلى للثورة في ليبيا. النعمي أوضح في تصريح له بأن هذا المجلس يتكون من قيادة عسكرية موحدة لجميع كتائب الثوار ومكتب سياسي، مبررا هذه الدعوة بقوله أن هذا المجلس سيكون العمود الفقري لبناء الدولة الليبية أو على الأقل شريك أساسي في أي حوار نحو التوافق حسب قوله. أعلن مسؤول إدارة ومكاتب المنطقة الشرقية بالخطوط الجوية الليبية الأحد عن توحيد الشركة في إدارة واحدة يكون مقرها العاصمة طرابلس. الإعلان جاء عقب وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار الأبرق الدولي وعلى متنها عدد من مسؤولي الشركة. وأتت هذه الخطوة بعد أن قامت نقابة الخطوط الليبية وبحضور العاملين بالشركة وبإجراءات قانونية بتمكين الكابتن الطيار ميلود بكار مديرا عاما للشركة.
أفاد المجلس البلدي عين زارة أن المكتب الأمني في البلدية تمكن من إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة أسلاك نحاسية ونضائد من محطة كهربائية بمحلة الفردوس داخل نطاق بلدية عين زارة. المجلس البلدي عين زارة وفي خبر صحفي وزعه يوم الاثنين أضاف بأنه بعد التحقيق معهما ثبت أنهم ليسوا من سكان بلدية عين زارة، وتم التعامل مع المقبوض عليهم قانونيا والتحقيق جار معهم وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة. وذكر المجلس أن العصابة مكونة من 3 أشخاص وتم القبض على 2 منهم والبحث جار على السارق الثالث. تمكنت قوة ردع الخاصة سبها بالقبض على أحد المزورين بالمدينة والذي يقوم بتزوير أوراق ثبوتية والمستندات المعمول بها في الدولة. المجلس البلدي سبها وعلى صفحته الرسمية على فيسبوك نشر صورا قال إنها للمتهم والذي يحمل عدة أسماء وهمية في كل بطاقة تعريف وجدت معه أثناء القبض عليه من قوة ردع الخاصة بالمدينة، مشيرة إلى أن المتهم كان يزور البطاقات لغير الليبيين وشهادات الوفاة والميلاد مقابل مبلغ مالي بخس. هذا وحذر المجلس البلدي التعامل مع أمثال هؤلاء المزورين الذين يستغلون المواطنين والأشخاص ضعاف النفوس حسب وصف المجلس. وأخيرا، حيث انتخب أعضاء المجلس البلدي في سرمان السبت جلال مفتاح رئيسا جديدا للمجلس خلفا للعميد المستقيل محمد الكوني. وقال أحمد الحراري رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي سرمان أن الاقتراع حضره كل أعضاء المجلس البلدي وعضو اللجنة المركزية ضو أحمد ورئيس لجنة انتخابات المجلس البلدي في سرمان علي هوادي. يشار إلى أن العميد السابق محمد الكوني كان قد استقال بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المدينة ومقتل عضو المجلس البلدي خالد البشير في 16 من شهر مارس الماضي. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. مفتي الديار الليبية يقول إن موقف دار الإفتاء من قتال التكفيريين موضح في 30 بيانا ويؤكد بأن جهاد ما يعرف بتنظيم الدولة واجب على كل مسلم. 4 شهداء و17 جريحا من قوة الثوار هي حصيلة اشتباكات الأحد بمدينة سرت. قوات مجرم الحرب حفتر تترك جثث مقاتليها عند انسحابها من منطقة سوق الحوت، وطيران الأخير يقصف منطقة الصابر وقنفودة بالبراميل المتفجرة. ختام نشرة 7، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.